هي خصم نقطة من مجموع نقاط فريق شباب الريف الحسيمي باش يصبح مجموع النقاط ديالو فقط 9 ديال النقاط في آخر سبورة ديال الترتيب، وهذا كيزيد يعني المجموعة ديال المشاكل اللي كيعانيها فريق شباب الريف الحسيمي. والخبر طبعا تلقاه الجمهور ديال شباب الريف الحسيمي باستياء كبير، خصوصا وأنه كان يمني النفس انه تبقى بعد هذيك العشرة ديال النقيطات ويشوف الماتش جاي، خصوصا ان شباب الريف الحسيمي غادي يكون ليه غدا ماتش مع اولمبيك تشيرا، ومورها كذلك غيكون ليه ماتش مع المغرب الفاسي. دابا شباب الريف الحسيمي في راسي ديالو الزاوية 9 نقاط. نعم خويا يونس، اذا 9 نقاط في اخر ديال الترتيب، فكان هناك استياء كبير للجماهير، وهذا واحد من النقاط عاوتاني اللي زادت الفريق شباب الريف الحسيمي من 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 مجموعه ديال المشاكل ومن مجموعه كذلك يونس ديال الاخطاء اللي كانت. وكيبقى يعني يعني 9 عقود ديال 8 اللاعبين دقه واحده كذلك تلقى واحد الاستياء كبير هنايا ديال الجمهور ديال فريق شباب الريف الحسيمي. يعني فريق مازال كان كيعاني، وفريق يعني هادو هما اللاعبين اللي كان بدا بهم لا سيزون، وكان على الاقل يعني كيلقى لاعبين باش يلعبوا. حنا شفنا اخر مقابله لفريق شباب الريف الحسيمي ضد فريق شباب اطلس خنيفرة، فقط المدرب سعيد محمد السكري فاعتمد على اللاعبين ديال الاسبوار ديال فريق شباب الريف الحسيمي، اللي كما قلت يعني صح عقود ديال 8 اللاعبين يعني المغادرون من فريق شباب الريف الحسيمي هما وليد الخلدوني ومحمد المنيعي واحمد السحمودي وسفيان زوان والحارس عبد العالي العدناوي ومحمد العبدي ونبيل الوالي العالمي وزكريا بولعيش، فيما تم بيع العقد ديال اللاعب احمد مرشوح. يعني مجموعه اللي غادرت فريق شباب الريف الحسيمي هما 9 ديال اللاعبين، فيما يعني الانتدابات الرسميه هما 3 ديال الانتدابات، يعني بعد ما تم والبارح يعني الإمضاء مع عقد رسمي مع أشرف العدول، كذلك البارح مع عمسى ناصر الجابر هذا كيلعب أريار دروا، البارح كذلك كان هناك يعني تفاوض مع الحارس ديال الإسبوار ديال الرجاء البيضاوي أمين زايد اللي وقع رسميا مع فريق شباب الريف الحسيمي. فقط اللي نبغي نوضح خويا يونس أن شباب الريف الحسيمي غادي يستنى اليوم الرد ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فيما يخص الانتدابات المحلية ناسيونال، يعني ديال الانتدابات المحلية اللي غادي يعتمدها فريق شباب الريف الحسيمي، واش غادي تكون مقبولة أو حتى هي غادي تكون يعني بصددها عقوبة. وبعدها طبعا غادي يعيش شباب الريف الحسيمي أزمة حقيقية بعد مجموعة كما قلت ديال الصدمات والأزمات اللي كيعيشها فريق شباب الريف الحسيمي. فأنا يعني قبل يعني لحظات ما ندخل المباشر فكان لي اتصال مع الناطق الرسمي لفريق شباب الريف الحسيمي، وأكد لي أن المكتب المسير ينتظر يعني اليوم في العشية غادي يكون عندهم خبر ديال يعني واش غادي يكون مسموح لفريق شباب الريف الحسيمي انهم يديروا انتدابات يعني محليه، لان كنعرفوا ان شباب الريف الحسيمي عليه عقوبه من طرف من لجنه النزاعات في الفيفا انه ما يقدرش ينتدب لاعبين اجانب، وكذلك حتى الجامعه الملكيه المغربيه رسلات رسلات الفيفا في خصوص هذه النقطه. وغادي يتاكد المكتب المسير ديال الفريق شباب الريف الحسيمي هذه العشيه واش غادي يكون مسموح لهم طبعا انتداب اللاعبين المحليين. كما قلت خويا يونس يعني مجموعه ديال المشاكل حقيقيه وازمات كيعيشها فريق شباب الريف الحسيمي اللي غادي يلعب غدا الماتش ضد اولمبيك تشيرا باللاعبين اللي يلعب بهم الماتش ديال شباب اطلس خنيفرة، يعني مجموعه اللاعبين اللي ديال الاسبوار ديال فريق شباب الريف الحسيمي اللي غادي يعتمد عليهم المدرب محمد سعيد الكريفة. التدريب ديال فريق شباب الريف الحسيمي انطلقت ابتداء من نهار الثلاث، وغادي تسالي اليوم في العشيه كاخر حصه بالنسبه لفريق شباب الريف الحسيمي، وبعدها غادي يدخل مرحله التركيز باش يوجد للماتش ديال غدا ضد اولمبيك تشيرا. فالجميع يعني كيتمنى انه تكون هناك نتيجه ايجابيه على الاقل لتجاوز يعني هذه النقطه اللي تزالت اليوم من مجموع النقاط ديال شباب الريف الحسيمي كما قلتي خويا يونس، باش تصبح 9 ديال النقاط في اخر سبوره ديال الترتيب في القسم الوطني الثاني بالنسبه لفريق شباب الريف الحسيمي خويا يونس. شكرا على الزاوي، بلا شك بانه الوضع يعني ما كيبشرش بالخير بالنسبه لفريق شباب الريف الحسيمي بعد هذا القرار، يعني الفريق ولا الجمهور يعني كيخلص اخطاء اللي ممكن كان الفريق يتفاداها في البدايه ديال هذا الموسم. كما قلنا مؤجل مع الماس، عثمان بناي ما كانش يعني مرخص ليه باش ياخذ مقابله في البطوله الاحترافيه، الامور ما كتجيش وكدار هكا
خص ضروري لا فيديراسيون تعطي رخصه لهذا اللاعب هذا باش يكون قانوني وياخذ الماتشات مع الفريق ديالو. ايضا تكلم العزاوي على انه الناس ديال شباب ريف الحسيمي كيتسناو يعني الاستشاره ديالهم مع الجامعه واش يمكن لهم يديروا ريكروتمون بالنسبه للاعبين من البطوله الوطنيه اللي عندهم ناسيوناليتي ماروكان. وكما كنقولوا يعني القوله المشهوره وما خاب من استشار، يعني اللهم تستشر وتاخذ الوقت ديالك ومن بعد منها يعني كتكون متاكد بانه ما يكونوش عندك تبعات او لا اخطاء اللي غتكلف نقاط الفريق شباب ريف الحسيمي كما وقع في هذا الموضوع ديال الماس وشباب ريف الحسيمي والموضوع ديال اللاعب عثمان البناي. احنا مازال مواصل معكم، سمعوا محمد اشحشاح لاعب فريق شباب ريف الحسيمي كيتكلم على الماتش اللي غيكون غدا ان شاء الله مع الثلاثه بملعب شيبولا ملعب ميمون العرسي بالحسيمه ضد فريق اولمبيك تشيره. بالنسبه للمقابله ديال اولمبيك تشيره مباراه غادي تكون صعيبه حكم الفريقين غادي يقلبوا على نقاط ثلاث، حنا كنحتاجوا نربحوا ضروري ونرجعوا للفرقه للطريق الصحيح. اما التدريب والاستعدادات فهي عاديه بحال كل مقابله، الحمد لله كل كيستعد بجديه باش ان شاء الله نحقوا الفوز اللي غادي يكون مهم بزاف لينا والفريق، ونتمناو من الجمهور ديالنا يشجعنا ويساندنا على الماتش ان شاء الله.